خلاص المدارس قربت على الابواب زي ما بنقول كده، ومن الحاجات المهمه جدا اللي بنركز عليها وبتتحط في اولويات الاستعداد للعام الدراسي الجديد هي الاكل، السندوتشات وتحضير اللانش بوكس. طبعا الامهات الجداد او مثلا بقالنا حوالي 10 سنين كده بنسمع عن حاجات جديده كده بتتحط في للاطفال في الصندوق بتاعهم او اللانش بوكس بتاعهم، بيحطوا حاجات غريبه شويه. يعني ممكن نسمع ناس بتحط انواع جبن معرفش ايه، وناس بتحط بانيه، وناس بتحط حاجات غريبه قوي. فين ايام زمان؟ فين ايام زمان هي ايام على قد سندوتش الجبنه، سندوتش الفول معاها، لو في مره في الشهر حصلت وكان فيها لانشون ده طبعا كان بيبقى معديين يعني من وراهم لانشون. كمان من ورا انا ما انا فاهم، عشان كده بقول لك من ورا اهالينا كمان. بس اقصد ايه؟ انه كنا زمان بناخد حاجات مغذيه، كنا ممكن ناخد مثلا سندوتش بيض، سندوتش جبنه بيضه بس. ممنوع البيض في المدرسه. ممنوع البيض في المدرسه؟ كله احنا ما كانش ممنوع عندنا، كان عادي يعني سندوتش فول، الحاجات البسيطه دي اللي هي مغذيه بالفعل. من في مش هنقول اخطاء بترتكبها بعض الامهات، لكن في ساعات بيبقى عدم توفيق كده في اختيار الحاجات اللي ينفع تتحط في اللانش بوكس بمختلف شكل اللانش بوكس ومختلف مستويات الاجتماعيه بتاعه كل الناس. في ناس بتلجا انها تحط حاجات سكريات كتير على اساس ان ده ممكن يكون بيدي الولاد طاقه، لكن مش واخدين بالهم انهم بيخلوا الولاد اكتف كده وعايزين يتحركوا كتير، وده ممكن يخليهم كمان مش عارفين يركزوا كويس قوي. النهارده خلينا مع بعض نتكلم عن ازاي نحط كده مجموعة من الحاجات اللي ممكن تكون مليانة بالأكلات الصحية لأطفالنا ولأولادنا في المدارس، مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية. دكتورة صباح الفل عليكي. صباح الفل، ازي حضرتك؟ صباح النور. كل سنة ومصر، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير يا رب، وولادنا يبقوا سلام وكويسين وكل حاجة يا رب. اللهم امين. دكتورة بداية كده، مفيش حد ما بيبقاش عارف الاساسيات خلاص بقى اللي المفروض تتحط في اللانش بوكس، لكن بالرغم من ده برضو كتير من الامهات ما بتتوفقش في اختيار الاكل اللي بيتحط في اللانش بوكس بحجه انه الولد ما بياكلش كذا، او الحاجه بتبوظ بسهوله في اللانش بوكس، او فبتحط الحاجات الاسهل او القابله انها تقعد فتره طويله في اللانش بوكس من غير ما يجرى لها حاجه. تعالي نقول مع بعض ايه هي اللانش بوكس، ناخدها بايه يعني الماتيريال بتاعتها الاول ايه. يعني انا افضل تكون ماده الاستانلس، ودور عليها هتبقى احسن بكتير قوي، والزمزميه كمان تكون ميه ستانلس احسن من البلاستيك، او لو البلاستيك اللي هو فري بي بي اللي هو البي البي فور بن، بس في واحده كابيتال شويه والثانيه اصغر منها. اوكي، وبعدين مثلث مكتوب عليه رقم 5، درجه نقائه اعلى، درجه نقاء دي احسن حاجه. لو كان هتستخدم بلاستيك مش هتستخدم الستانلس ستيل، سواء في زمزميه سواء في اللانش بوكس. طبعا اللانش بوكس لما كل ما كان فيه تفاصيل اكتر كل ما بقى صعوبه التنظيف بتاعته اكتر، فاحنا نحاول على قد ما نقدر ان هو يبقى حاجه مجرد ان هو كده، وهي تقسمه من جوه باي بارتيشن. كيس زمان والدنيا كانت ماشيه، وكنا لازم نرجع بالكيس عشان ما نتهزقش في البيت، وكانت الدنيا ماشيه زي الفل. بالظبط، بس هي الفكره في الوقت، حتى الوقت الكيس غلط يعني، حتى الوقت قال لك عدو البيئه، وفي في اكياس حبيبه البيئه وفي اكياس عدو البيئه، والورق دلوقتي بدا الناس تقلل من استخدام الورق على قد ما تقدر. احنا ممكن بقى بنفرش ورقه زبده في اللانش بوكس بتاعتنا ديت، تعمل التقسيمات بتاعتها زي ما تحب، على قد ما نقدر نكون حضرتك قلت الجبنه احسن طبعا من ان منتجات اللحوم. منتجات اللحوم واحنا هندخل على حر، احنا دلوقتي يعني في حر، واخر السنه الجايه يعني في نهايه العام الدراسي في حر، ما بينهما الجو شويه معتدل بس ما نقدرش نعتمد عليه. هو ممكن ياخد الاكل من البيت قبل ما يوصل بيه المدرسه يكون بدا يبوظ، لانه محطوط مش محطوط في الثلاجه، الا اذا في بعض المدارس بتاخد منهم اللانش بوكس اول ما بيروحوا بتحط في الثلاجه بتاعه الفصل او وات ايفر. لو مش متاح، لكن الشائع انه مفيش ثلاجات في الفصول يعني. بالظبط، لا بيبقى في مكان لحفظ الطعام يعني، ده في بعض المدارس الخاصه احنا بنتكلم بشكل عام مفيش ثلاجات في المدارس، بشكل عام يبقى هي ما ياخدش غير الحاجات اللي هي ممكن ما تبوظش يعني. ممكن ناخد الزبيب، ممكن ناخد اللي هي عارف حاجات بتاعت رمضان بتاعت الخشاف، هي البلح، الزبيب، المشمشيه، الحاجات دي كلها ما تبص، وعلى جميع المستويات، واحنا مش بناخد كميه كبيره، بناخد حفنه يعني حبه صغيرين كده قد الايد. ممكن نعمل فشار، ده ممكن يفضل قاعد فتره طويله. ممكن نعمل حمص الشام، بس مش كوبايه حمص الشام، حمص الشام عليه ليمون وكمون كده محطوط. ممكن فيه كمان سلطات الفاصوليا من الحاجات اللي هي ممكن تقعد فتره طويله وتتعمل عليها البقدونس والكلام ده، اظن ده معقول بالنسبه للناس كلها. في حاجات كتير قوي ممكن نعملها تبقى كويسه وتقعد فتره طويله لاولادنا وتبقى في نفس الوقت صحيه.
طيب احنا كنا زمان عارفين سندوتشات الحلاوه وسندوتشات المربى كماده سكريات، والبعض كان بياخد برضو سندوتشات بعسل قليل كده علشان ما يبقى عاملش لخبطه يعني في الكيس او في اللانش بوكس ايا كان. دلوقتي انتشرت الشوكولاته اللي بتتعمل في السندوتشات، سواء كانت الناس بتحبها قوي سواء كانت من اللي بتتشرع او حتى عشان تبقى مناسبه لجميع الامكانيات بتتعمل في البيت. حضرتك شايفه ان مسموح ان احنا ندي الولاد اصلا سكريات في لا في انا المدرسة؟ شايفه ان السكريات لا، النشويات لا، اللي هي النشويات احنا قلنا النشويات ممكن ناخدها من البقول اللي احنا زي ما احنا قلنا او من الفواكه، يعني احنا حتى لو شويه توت تبقى ممكن نديها لاطفالنا ما فيش مشكله، الدراي فروت الكلام ده كله دي ياخد منها السكريات. بالنسبه للعيش انا ما بفضلش استخدام العيش، ولو نستخدم العيش يبقى نستخدم العيش بلدي بتاعنا اللي هو فيه رده ده وصغير قوي. امال هنعمل سندوتشات ازاي؟ ما هو مش لازم سندوتش حضرتك، احنا بنديله سناك ايا كانت السناك دي، يعني مثلا ممكن نعمل سلطه التونه مثلا، ممكن نعمل سلطه فاصوليا زي ما قلنا، ممكن يعني شويه فشار. يفطر قبل ما ينزل مثلا وياخد يا ريت لو يقدر يفطر قبل ما ينزل، تعمل له مثلا كوبايه مزايه تتحط في اللانش بوكس، احنا بنديله سناك عبال ما يرجع يعني يفطر الصبح وناخد سناك في المدرسه ويرجع ياكل الهوت ميل بتاعته لما يرجع، ما فيش اي مشكله. انا قصدي ان يعني ان هو ما يبقاش عندي فرصه ان هو لا لازم تتسخن، لازم تتبرد، لازم احافظ عليها، فحاول احط له الحاجات اللي هي توصله لغايه لما يوصل البيت. لما الصبح يفطر بيبقى ممتاز جدا جدا لو قادر يفطر، مش قادر يفطر على فكره ممكن شويه مكسرات 7-8، مش بقول مكسرات كتير. ممكن كمان حضرتك احنا قلنا انت قلتي الحلاوه، انا يعني الحلاوه مش وحشه بس ما نكترش منها عشان الهايبر اكتيفيتي بتاعت الولاد. العسل الابيض من الحاجات الجميله، لكن هي فيها دهون صحيه وفيها كالسيوم، فيها حاجات جميله عن طبعا الشوكليت اللي احنا قلنا عليها دي، الشوكليت اللي احنا قلنا عليها دي ممكن تتعمل في البيت بالبندق، احنا نعملها وبيتحط عليها كاكاو خام وبيتحط عليها سكر ستيفيا، فبتبقى صحيه جدا وتطلع نفس الطعم. بالعكس دكتورة انا عايزه اعمل وجبه غدا او وجبه اكل تتاخد معانا في المدرسه تكون متاحه لكل الناس بكل امكانياتها، خلينا نتكلم في حاجات تكون اقرب للجميع بمختلف الدخل، لان احنا طبعا ايه عارفين ان احنا دخلنا ممكن يكون طبعًا مش شبه بعض، فخلينا نقول بدائل دايما تكون مغذيه لكل اولادنا، بحيث ان احنا يعني في حمله قوميه كانت معموله كمان لعلاج حضرتك عارفه التقزم وسوء التغذيه والكلام ده بالزبط. فخلينا نبقى متواكبين مع الجهود كلها بان احنا نبقى متفقين على اكلات مناسبه للجميع. بالظبط، في عندنا مثلا بسكوت الشوفان ده من الحاجات الكويسه جدا، ممكن احنا نعمل، هي ممكن ماما اصلا تعمل اللي عارفه الكانيولوني في البيت ده، لو الكانيولوني ده اتعمل بطريقه معينه تحط عليه التوابل ممكن برضو ياكلوا، بس ياكلوا بعد ما بيوصل بساعه بالكتير ما يقعدش. انا ما بنصحش ان اللانش بوكس تقعد فتره طويله بره الثلاجه الاكل، لان عشان بس ما تفسدش بطنهم يحصل نفخه للاولاد. عندنا سلطه جبنه قريش دي على مختلف المستويات، بس مش هنعملها بالطماطم عشان برضو ممكن الطماطم تبوس، ونعملها بالفلفل الصغير اللي هو الفلفل الرومي عشان برضو ما تبقاش حراقه. في عندنا سلطه التونه، في عندنا احنا الحمص على فكره في متناول الجميع، الحمص الشام ده او اللي هو الحمص الصغير ده متناول الجميع، الذره اللي بتعمل الفشار دي في متناول الجميع ما فيش اي مشكله، في الذره الحلوه دي برضو نفس الحكايه الناس بتحبها ما فيش اي مشاكل بالنسبه لها. في ممكن كمان ان احنا نعمل ساندوتش الفول زي ما هو قال، ما دي برضو حلوه، او لو مش بيحب ساندوتش ممكن تعمل فصوله سلطه، ده برضو الفول فوق. يعني كل دي تنوعات، ممكن انواع الجبن المختلفه، في بقى الجبنه مثلا اللي احنا بنختار الجبنه اللي مش فيها دهون كتير، مش فيها زيوت نباتيه، بحيث ان هي تبقى مش عبء علينا احنا. الجبنه القريش ممكن نعمل انواع واشكال منها وسلطات كتير قوي قوي، وتبقى فيها كالسيوم كتير وتدي طعم كويس. في كمان الزبدات، زبده بتاعه الفول السوداني او زبده اللوز او الكلام ده كله، نعملها في البيت هتبقى ارخص وهتبقى احسن. طب في حاله ان الاطفال رافضين الكلام ده، يعني مثلا وحضرتك بتتكلمي دلوقتي عن الحلاوه الطحينيه والشوكولاته، فالشركات تقريبا حست بحاجه زي دي فراحوا عاملين حلاوه طحينيه بالشوكولاته. بالظبط. فالاطفال لما يرفضوا الحاجات دي احنا نتعامل ازاي؟ نتعامل معاهم هم زي ما هم عايزين، نحاول. طب عايزين مقليات، والمقليات اكيد هتبوظ. ممكن نقلي، لا ممكن نقلي مثلا، ماما تجيب الحاجات وتتبل في التلاجة من قبلها وبعدين تتعمل في الفرن، يعني او في الاير فراير دلوقتي الناس كلها شارياه، او مش لازم، مش لو مش متاح في عندنا الفرن، يعني احنا ممكن ندهن الحاجه بالزبده وتتحط في الفرن. احنا ممكن نعمل لها اللي هو بدل البيض والبقسماط ممكن تتعمل عليها الشوفان من بره ما فيش اي مشكله.
ممكن نستخدم كمان على فكره البطاطس المهروسه من الحاجات الممتاز، ممكن نستخدم الجزر برضو من الحاجات اللي على فكره الجزر ممكن يتعمل بكذا صوره، بيتعمل شرايح مثلا متشوحه في الزبده عليه توابل كتير، او ممكن يتعمل في صوره ان هو بملح يعني اللي مش ملح بس مش ملح كتير، او يتحط زي ما هو يتقطع بس زي ما هو جزر بس من غير حتى ما يتقطع، تفاحيه من غير كمتريه، كل ده الكلام كويس جدا جدا ومش لو اتقطع يعني. غلط عليه طيب هتتاكسد يعني هو في ناس بتقول لك ايه ممكن بخت ليمون بسيطه للتفاح وتربطها باستك، بس انا الحقيقه حاسه ان ده تحايل يعني، ممكن برضه هيضيع الفايده بتاعتها يعني. يعني احنا على المزايه ممكن نحتفظ بالقشره بتاعتها والطفل يقشرها اسهل واحسن يعني، في حاجات ممكن احنا نحاول. بص حضرتك لو احنا وصلنا ما بين ركبتنا وركبتهم الدنيا هتمشي، انما طب كل حاجه بتتقطع يا فندم بتاكسد ولا في حاجات معينه؟ لا هي معظم الحاجات لو اتقطعت لحاجات صغيره ممكن تفقد الفيتامينز بتاعتها بدرجه ما يعني، مفيش ترمومتر بيقيس ان هي فقط كذا منها، لكن هتفقد طبعا. انت ربنا خلقها بقشره معينه بشكل معين، انت بتقشرها بتقطعها فانت بتبوظ الفيتامينات بتاعتك، غير لما بتقطم الحاجه زي ما هي. حتى احنا ممكن نعود اولادنا بدل ما يقرقش الجزر ده لطيف جدا. في عندنا البطاطا على فكره من الحاجات الجميله الممتازه، تتعمل مشويه، تتعمل مسلوقه، تتعمل باشكال مختلفه، ممكن يتحط عليها تشوكلت بس بسيط فتقل يعني بتقلل من امتصاص كميه السكريات اللي بتطلع زي ما هي كده برده. ممتازه جدا برده جدا جدا يعني، ممكن تتلف بشكل معين، بس طبعا احنا مش عايزين ورق الفويل كمان يعني احنا بنشيء بالشيء يسكر يعني، عايزه ورقه زبده في اللانش بوكس بتاعتنا وتتشال ورقه تتربي، عشان خاطر يعني لو بحط على الاكل مباشره على اللانش بوكس هتبقى ممكن يبقى فيه تلوث يعني. طيب الناس اللي وهي بتبقى مش متاح لها انها تاخد معاها لانش بوكس وبتشتري ساندويتش من قدام المدرسه او من الكانتين بتاع المدرسه، ساندويتش بطاطس محمره، ساندويتش طعميه، ساندويتش فول، ساندويتش الحاجات اللطيفه دي، وكمان ترجع بقى للمقرمشات يعني مش عارفه الحاجات اللي هي موجوده في اكياس من غير بقى ما نقول اسامي تجاريه، نقدر نظبط الموضوع ده ازاي بحيث ان احنا ناكل حاجه صحيه وتكون مشبعه في نفس الوقت للولاد؟ ساندوتش فول يعني حاجه قلت من الاختيارات دي كلها، كان احنا لو بنختار هنختار ساندوتش الفول طبعا، هو اقل الحاجات ضررا اللي حضرتك قلتيها دي، ولو يعني ان هو يعني يحاول على قد ما يقدر يكون في عيش بلدي عشان يبقى تبقى وجبه مشبعه، ومفيش داعي لو انا اكلت ساندوتش ما اخدش مقرمشات، والمقرمشات تبقى مره في الاسبوع مثلا، ونحاول نحط له بدائل عشان ينسى يعني المقرمشات دي، او نحاول احنا نحط له التوابل المختلفه على الاكل عشان تبسطه وتخليه يقدر ياكل في البيت. ممكن نعمل لهم عصاير مثلا؟ والله انا مش بفضل العصاير، بس طبعا العصاير الصناعيه بشع جدا، لو هو عايز عصير تعمله في البيت ويبقى موجود في الثلاجه، بس هتبقى عشان طبعا انا مش هقول للام اصحي بدري واعملي عصير مخصوص كده كاني بعجزها. لا مش مشكله تصحى بدري تعمل عصير لا يعني عشان ولادها كاني بعجزها. لا ما انا اقولها كنت ام، انا كنت ام، فاحنا ما فيش داعي، ممكن نحضره من قبلها ما فيهاش مشكله، ويتحط عليه الصبح يتحط له في الكونتينر بتاعه في الزمزميه بتاعته زي ما هو بيحبها، بس مش كتير طبعا يعني. طيب دكتورة لو لم يتوفر فلوس كفاية للفاكهة أو نقدر نستعيد عنها بالخضار اللي موجود في السوق، الجرجير والخس والخيار والقتة كلها حاجات ممتازة وطبيعية، وأعتقد أن في موسمها فبتكون يعني أقل كلفة من حاجات تانية مختلفة. طبعا بس هو يشوف إيه بيحبه يعني أو تحطه له في شكل إيه، بس إحنا ممكن نحطه وما يأكلوش. وعلى فكرة في عندنا الرمان من أحلى الحاجات اللي موجودة دلوقتي والولاد بتحبها يعني، تتحط في حاجات مختلفة، دي من حاجات مليان حديد ومليان فيتامينز كتيرة قوي قوي، ومن الحاجات الرائعة يعني، ممكن يتفصص ويتحط في علبة كده، بس ده ما يتفصصش ويقعد فترة طويلة عشان برضو لأنه مليان حديد. وما نضيفش سكر بقى؟ لا انا ما بحبش نضيف السكر، بس يعني عصرة ليمون تبقى كفايه قوي. لطيف قوي قوي قوي، لو بيحب ياكله كده ما فيش اي مشكله عشان الحديد يمتص اسرع. عصرة ليمون طبعا ممتازه، معلومه جميله طبعا. ايه تاني ممكن من الفاكهه نحطها مثلا للطفل؟ يعني احنا قلنا الموز، ممكن التفاح، الرمان، كمثرى، الجوافه من الحاجات الممتازه جدا جدا. احنا في موسم البلح، في بقى البلح احنا قلنا الحاجات الفواكه المجففه، المشمش، الزبيب، على فكره الزبيب دي من حفظ الزبيب كده ممتازه يعني، دي وجبه ووجبه تعتبر وجبه. كمان عندنا يعني اللي لسه فاضل عنده شويه مشمشيه وقراصيا من رمضان يشغلهم الفتره دي، يشغلهم بالظبط كده. ممتازين جدا جدا. وبعدين على فكره هي بالوحدات يعني، احنا مش بنقول الناس اشتروا حاجه غاليه كتير، لا بالوحدات يعني، 5 وحدات كفايه بالنسبه لو هياخد لوز مثلا، 7 وحدات كفايه يعني، احنا مش بنقول ان هو اشتروا حاجات غاليه كتير، وتنوعات الحاجات المختلفه دي هتخليه
يعني يدور في الكواليتي مش اخبار طبق الكشري معانا ايه؟ في نشويات في بروتين في بقوليات اخد علبه كشري المدرسه بعد المدرسه بعد المدرسه بقى مرجع البيت ماما تعمل له ومفيش مشكله. ده بالعكس من الحاجات الوجبه المتكامله الرائعه الممتازه يعني زي وانا بقول لحضرتك يعني احنا لو عملنا الفول في ماما عملت الفول سلطه في البيت واديت له في الساندوتش بتاعه هو وجبه رائعه وممتازه جدا جدا وهتخليه مسمار البطن زي ما بيقولوا. طبعا. طيب البيض مهم في الفطار يعني لو اتفقنا انه في مدارس بتمنع زي ما منى قالت كده انه البيض يدخل مدارس. اسمك منى اسم جميل زي اسم بنتي. اهلا بيك. فلو اتفقنا على ده خلاص واحنا بنتكلم دلوقتي قلت لحضرتك ان احنا ممكن الطفل يفطر قبل ما ينزل فمهم انه يفطر مثلا جبنه وبيض. ممتاز. البيضه لو هو اخذ بيضه حتى ممتازه جدا برده هتدي له شحنة قوة وبروتين وفيتامينز حدث ولا حرج في طبعا من الحاجات الممتازة جدا ما فيش داعي ياخدها من البيت اولا عشان ما تتلفش ثانيا عشان الريحة اللي مش لطيفة في الفصل يعني. طيب احنا بس محتاجين ان احنا نشجع اولادنا الصبح كده زي ما الدكتورة نهى قالت ان هم يفطروا على الاقل او حاجة بسيطة جدا الصبح مثلا سواء ساندوتش جبنة صغير بيضة على السريع كده كوباية لبن الحاجات البسيطة دي هتساعده وهتشجعه هينزل المدرسة على الاقل في الحصص الاولى هيكون فايق معاه في البريك بتاعه في الفسحه برضو ياخد حاجات بسيطه كده من الدكتور نهى قالت عليها يا ريت نبتعد عن بعض الحاجات اللي ممكن تتاثر وتكون بكتيريا وتاثر على جهازهم المناعي يعني نتجه الى بعض الحاجات المغذيه زي ما اتكلمنا بقى ان في انواع كتيره من الفاكهه ومن الحاجات المغذيه للطفل بالفعل هتساعده كمان على التركيز في يومه الدراسي. نشكر حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا دكتوره نهى عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعه والتغذيه. شكرا لحضرتك.